الرؤوس السوداء بتنتج من تعرض الزيوت والأوساخ المتراكمة على سطح البشرة للهواء، وبتحدث عملية التأكسد فبتظهر المسامات باللون الأسود. لحل هاي المشكلة بتوفر بمجموعة دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول، واللي بتتميز بمكون رئيسي وهو الفحم النشط. خليكم معي لنتعرف بهذا الفيديو على مجموعة دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول. الفحم النشط الموجود بلون الاكتيفيتد شاركول هو مادة عالية المسامية، فبالتالي قادرة على التقاط المواد العضوية والشوائب، وهذا الاشي بيعطينا بشرة نظيفة، مسامات صحية، موازنة انتاج الزيوت بالبشرة، عملية ازالة السموم من البشرة. تحتوي سلسلة الاكتيفيتد شاركول كمان على المارين ووتر كومبلكس، وهو عبارة عن مركب غني بالمعادن مستخلص من المياه الجوفية في إحدى الجزر الفرنسية، وبيعمل على شد المسام وتغذيتها بالمعادن. هاي المجموعة مناسبة لجميع أنواع البشرة وكل الأعمار، بتعمل على تنظيف وتصغير المسام. بيجي منها دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول جل كلينزر، دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول ديب سيبم سوفتنر، دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول بلاك ماسك، دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول بور مينيمايزر تونيك. وبنبلش بالخطوة الأولى للعناية بالبشرة باستخدام غسول العناية اليومية، دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول جل كلينزر، اللي بيعمل على تنقية سطح البشرة وبيحميها بكفاءة من الملوثات اليومية والمواد المؤكسدة والأوساخ والزيوت الزائدة والسموم اللي بتتعرض لها البشرة بشكل يومي. تتحول التركيبة المحسنة بالفحم النشط إلى رغوة خفيفة لطيفة على البشرة. وهلأ منيجي لطريقة الاستخدام. يستخدم الغسول مرتين باليوم صباحاً ومساءً. نفرك كمية صغيرة من الجل في اليدين ومندلكه بلطف على الجلد بأطراف الأصابع، ويشطف بالماء الفاتر. الخطوة الثانية للعناية بالبشرة واللي بتعطينا تنظيف مكثف هي باستخدام دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول ديب سيبم سوفتنر 30 مل، فهو بناعم وبفتح المسام للسماح بعملية التنظيف العميقة والفعالة. تركيبته الخفيفة تسمح بسهولة الاختراق إلى طبقات الجلد الداخلية. الفحم النشط الموجود فيه بيعمل على تدويب وامتصاص الأوساخ والزيوت وخلايا الجلد الميتة المتراكمة في المسام العميقة. كمان هو بيضاعف تأثير البيل أوف ماسك في إزالة الخلايا الميتة. طريقة الاستخدام: يستخدم مرة لمرتين بالأسبوع. بنوضع كمية مناسبة ومندلكه برفق بحركات دائرية على البشرة، ويترك لمدة 3 دقائق، وبعدها بنغسله، ومنفضل نستخدمه بعد البلاك ماسك لنحصل على تنظيف عميق. والخطوة الثالثة للتنظيف العميق هي استخدام دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول بلاك ماسك 80 مل، اللي بيعمل على تنظيف عميق وبيزيل الزيوت والأوساخ والرؤوس السوداء والخلايا الميتة، وبيجذبها مثل المغناطيس بفضل وجود الفحم النشط، وبيساعد الفيتامين بي 3 على تكوين بشرة لامعة ومشرقة. وهلأ منيجي لطريقة الاستخدام. نضع طبقة متساوية على بشرة نظيفة وجافة، ويترك لمدة 25 إلى 30 دقيقة أو حتى يجف تماما، ثم يقشر القناع بلطف من الحواف الخارجية، ولا يوضع على الحاجبين أو خط الشعر أو الشفتين، ويستخدم مرة أو مرتين في الأسبوع. ورابع خطوة بروتين العناية بالبشرة من مجموعة الدكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول هي استخدام دكتور سي تونا اكتيفيتد شاركول بور مينيمايزر تونيك 225 مل، اللي بيعمل على تنقية البشرة وإزالة أي بقايا قد تترك بعد التنظيف العميق. وبيعمل المارين ووتر كومبلكس الغني بالمعادن على تغذية المسامات وتصغيرها وشدها، وبيحمي البشرة من العوامل الخارجية وبتركها نقية ومشرقة. وهلأ منيجي لطريقة الاستخدام. منبلل قطعة من القطن بكمية من التونر، ومننظف البشرة بحركات فرك ناعمة على الوجه والرقبة، وبستخدم مرتين في اليوم صباحا ومساء. وهيك منكون خلصنا لاين الاكتيفيتد شاركول. خليكم معنا بالفيديو القادم لنتعرف على لاين التفتيحي.